نرحب في كابتن انيس وفي انتظار كره اولى واول نقاط هذا اللقاء. لا كابتن انيس السلام عليكم ابو عبد الله. فريقين غنيين عن التعريف. اي مباراه ديربي. الان يسجل بقميص النصر ثلاثيه ومحاوله بالفعل هنا التونسي ولاعب المواليد راد عدت مره اخرى الى زكريا من وبدور ايضا سلمها الى الامريكي مره اخرى الى فيصل ولاعب صراحه يحافظ على التمارين بشكل جيد. يورك من جوادي هالمره عادت مره اخرى للاعب دومونيك مونتاسي طلب كره من وحيد اللي الان يدخل كبديل. يا اتوقع انه ممكن يغير الهلال يلعب على 24 انه يستفيد من 38 هذا بشيء. يلا يلا المباراه لعبت والمباراه بدات ويبدو ان شاء الله الامور ستتحسن في قادم الجولات من ناحيه الحضور والجماهير في الحاله الدفاعيه الهلاليه وتوهان في الحاله الهجوميه النصرويه. مونتاسي يورك بنفس للامانه النصر كان افضل بكثير عما هو عليه اليوم في والله ما نقول افضل نقول مش النصر سيء الهلال هو يعني الهلال هم يحتاجون الفرص في المباريات مثل هذه عشان تثبت انفسهم وان تاتي مثل هالفرصه ابدا لن تتكرر وبذلك شوف يعني اجمل العطاءات تحدث ونقطتين الان هلاليه 58 57 عوده التقدم لفريق الهلالي وابدا هو نسخه طبق الاصل من الربع الاخير في الدور الاول اللي انتهى لمصلحة الفريق الهلالي بفارق نقطتين.